للحديث عن حملات الاعتقال التي تشنها الميليشيات ضد الناشطين والأكاديميين، معنا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا بك دكتور قحطان. يعني بداية، كيف تقرأ توقيت هذه الحملات التي شهدتها محافظات عراقية عدة ضد متظاهرين وأكاديميين والتي يقول الناشطون إنها كيدية؟ تفضل دكتور قحطان. حياكم الله وبياكم وحيا القناة والمشاهدين الكرام. أهلا بك. دلالات كثيرة تؤكد على أنها كيدية، بدءا أن الجهة المعنية التي قامت بهذه العملية جاءت من خارج المنطقة، وهذه إن كان لها بعض الحق تتابع خصوم معينين، ولكن ليس من المنطق أبدا أن تكون المنطقة لا تعرف هذا الموضوع ولا الجهة المعنية عن حماية الزوار، كما علن أن هناك جهة رسمية بهذا الخصوص. اثنين، هذا التوقيت بالتحديد مع إثارة المسألة النعرات الطائفية وربط ما يسمى بعناصر معينة من داعش أو كذا أو حتى من البعثيين في موضوع الزيارة والزوار والكذا، تعطي دالة على أن هناك خلافات مع هذه المجموعة تدعي القوى الأمنية على أنها ذات ارتباط بالحسين وبالزيارة، وبالتالي هي إثارة أكثر ما هي حقيقة. طيب دكتورة، التهم الموجهة للمعتقلين، هل يمكن أن تقنع الشارع بصيغة أخرى؟ يعني هل يمكن أن يخطط هؤلاء لاستهداف زوار الأربعينية فعلا؟ إلى أي مدى باتت الميليشيات والعملية السياسية في موقع ضعيف؟ بالتأكيد حقيقة الأمر يشير إلى خلاف ذلك. أولا، الصورة التي نشرت لشخص مرتدي ملابس شتوية، قمصلة جلد سوداء، وهذا يدل على أن لم يكن هناك أي عملية بهذا الخصوص. الشيء الآخر، ادعوا هناك قياديين بمستوى عضو قيادة قطرية بالبحث بحزب البعث، نعم، وليس من المنطق ابدا ان تقوم هذه الشخوص بهذا العمر، خلينا ندعي بشيء مباشر تجاه المتظاهرين او تجاه الزوار. الشيء الاهم من هذا وذاك ان المساله ما زالت هناك جهه امنيه غير معروفه حتى من تبعيتها، لذلك الخلل الكبير والتساؤلات كثيره. الى سؤال اخر، يعني لماذا تشكل الذكرى الثالثه لتظاهرات ثوره تشرين قلقا للميليشيات والاحزاب السياسيه في العراق؟ لأن ثورة تشرين أساساً خرجت لكي تزيح هذه العملية السياسية التي يتنعم بها على حساب الشعب العراقي، هذه الفصائل المسلحة وأحزابها وكتلها الطائفية وارتباطها الخارجي، وبالتالي ترى من ثورة تشرين السبب الأساسي لإزاحتها بإذن الله، وتحاول أن تستبق الحدث وتتابع الناشطين من الثوار، على أن الثوار هناك ثورة بإذن الله أو صفحة جديدة للثورة مع بداية تشرين، وإن شاء الله تكون حركة الشعب أكبر من الطغاة بإذن الله. نعم. طيب دكتور قحطان، كيف تقرؤون الموقف الحكومي من هذه الاعتقالات التي طالت ناشطين وأكاديميين وشيوخ عشائر؟ الحكومة بالتأكيد هي عاجزة عن أن تحمي نفسها، فبالأمس استهدف بيت رئيس الوزراء، وقبلها أخرج شخص مطلوب العدالة من داخل المنطقة الخضراء ومن بيت رئيس الوزراء، ولا تقوى على شيء. ولكن حقيقة الأمر أن تستهدف شخوص بهذه المستوى، أكاديميين ورجال عشائر مرموقين محترمين، لن يتوافقوا مع العملية السياسية، وهذا هو السبب الأساسي يجعل على أن هذه الفصائل فعلا بدأت تخشى على وجودها. طب في سؤال آخر دكتور، يعني إلى أين تقود الميليشيات باعتقادكم؟ إلى أين تقود البلاد بعدما جرى مؤخرا في بغداد خلال صراعها، أي صراع الأحزاب المختلفة على تشكيل الحكومة، وكذلك تدخل كل فئة من الميليشيات التي تتبع هذا أو ذاك؟ إلى أين يقود هذا المشهد في العراق عموما؟ نحن حذرنا من مدة ليس قليلة على أن الميليشيات والسلاح المنفلت والأحزاب الطائفية المذهبية والفاسدين يقودون البلد إلى الهاوية، ولعل الخلافات البينية بسبب المغانم من جهة وبسبب طبيعة الارتباط الخارجي من جهة والإساءة إلى الشعب من جهة ثالثة تجعل هذه المجاميع نعتقد أن تذهب باتجاه الصدام ما بين هذه القوى، وسيما بين قوسين القوى المسلحة الشيعية، ونسأل الله أن يكون بردا وسلاما، لأن هذه تمتلك السلاح ومنفلتة. السؤال الأخير دكتور قحطان، يعني عودة تظاهرات تشرين، إلى أي مدى يعطي تأكيدات على فشل الكتل السياسية بقمع الحراك الشعبي وحرفه عن مطالبه بإسقاط العملية السياسية؟ ما المطلوب من الحراك حاليا بشكل مباشر؟
أول الثوار وعودتهم بإذن الله وبقاء جدوتهم يدلل على صحة مبدئيتهم، صحة ثوابتهم، صحة الالتجاء، وتؤكد أيضا على عجز هذه القوى السياسية من إحداث أي تغيير. بالتأكيد لن تحدث، لأن هي أساس الخطأ. وأعتقد أن الثوار أدرك إلى أن الشارع هو الفيصل، والابتعاد من العملية السياسية وعدم الانزلاق بعض الأشخاص كما انزلق بالمدة السابقة هو الدليل. واعتقد بإذن الله الشرع سوف يقول كلمته، والشرع له الكلمة العليا بإذن الله. واعتقد بإذن الله العملية السياسية باتت أيام معدودة. الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب من بغداد، شكرا جزيلا لك.